برحب بمعالي سكرتير عام الأمم المتحدة في زيارته لمصر في الحفاظ على تقليد سنه في إطار التضامن مع الأوضاع التي يعاني فيها المجتمعات، وهو تقليد في الحقيقة يؤكد مرة أخرى ما يتحلى به من صفات شخصية من مبادئ نعتز بها جميعا وتمثل الأرضية التي يجب أن يتحلى بها كل أطراف المجتمع الدولي. وبالتأكيد نشيد بالمواقف التي اتخذها معالي السكرتير العام إزاء ما يجري الآن في غزة من معاناة للشعب الفلسطيني، من أوضاع غير مسبوقة، من عدد قتلى بلغ 32,000 و 70,000 مصاب، من أوضاع من مجاعة، من عدم توفر للمأوى، وكلها أمور لابد من معالجتها. وتطلع الأمم المتحدة بدور رئيسي في تخفيف هذه المعاناة، منظمة الأونروا، منظمة الغذاء العالمي، كل الأجهزة الأممية مسخرة للتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الطاحنة. ولكن الزيارة التي قام بها معالي السكرتير العام بالأمس ووضوح خطابه في إطار مسؤولية ما يحدث، رفض الكامل للعقاب الجماعي لأي مخططات للتهجير، للعمل على تصفية القضية الفلسطينية، تؤكد مرة أخرى بأنه يمثل الأرضية المبادئ والقيم التي تأتي في ميثاق الأمم المتحدة والتي يجب أن تحكم تصرفات المجتمع الدولي، في القدرة والشجاعة بأن يوصف الأمور بأوصافها الحقيقية دون موائمات ودون محاولة لتجميل الأمر. كلها أشياء نجد فيها خروج عن ما نشهده في مواضع أخرى من ازدواجية المعايير وعدم الالتزام بخط واضح وداعم للمبادئ الإنسانية. برحب بمعالي ويتفضل بالكلمة. Green. Assalamu alaikum. My dear friend, Minister Shukri. Thank you very much for your warm welcome. Egypt is a global pillar of peace. And today I had the opportunity to discuss a number of vital issues with both مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، وهذا يشمل الظروف القاسية في غزة وكذلك الوضع المتقلب في الضفة الغربية المحتلة وكل ما يؤثر في الشرق الأوسط وفي السودان وما إلى ذلك. إن زيارتي تأتي ضمن زيارة رمضان التضامنية التي تتم كل عام في المجتمعات المسلمة التي تمر بمحن. وأريد أن أخبركم أن بالأمس مررت بلحظة حزن عميق، ففي خلال زيارة رمضان التضامنية كنت صائما كنوع من أنواع الاحترام مع المجتمعات التي أزورها، وقد تناولت الإفطار مع اللاجئين السودانيين هنا في القاهرة من أجل أن أعرب عن تضامني لهم أيضا. ولكن المصدر الأساسي للحزن كان عندما كنا نتناول الإفطار بجوار النيل، علمنا أن ربما الأغلبية من الناس في غزة كانوا لا يستطيعون أن يتناولوا وجبة إفطار ملائمة. I traveled
to the Rafah crossing إلى معبر رفح من أجل تسليط الضوء عالميا على المحنة التي يمر بها الأطفال الفلسطينيين وكذلك النساء والرجال في أثناء كفاحهم للبقاء على قيد الحياة في الكابوس الذي يحدث في غزة. الآن لقد حان أوان إسكات البنادق وضمان وقف إطلاق النار فورا على أساس إنساني. لقد أيضا حظيت بزيارة لا تنسى مع الفلسطينيين المصابين في غزة والذين يتعافون من الإصابات التي لحقت بهم جراء الحرب الشعراء في غزة. وهنا أريد أن أشكر مصر على ذلك. دعونا نكون واضحين، لا يوجد ما يبرر الهجمات التي قامت بها حماس في 7 أكتوبر، وكذلك لا يوجد ما يبرر العقاب الجماعي الموجه ضد الشعب الفلسطيني. وأود أيضا أن أقر بالدور السياسي المحوري الذي تلعبه مصر في ميناء العيش ومعبر رفح، لأنهم يعدون من الشرايين الأساسية التي تنقذ حياة الناس، ولكن هذه الشرايين باتت مسدودة الآن. فعلى أحد الجوانب لدينا شاحنات الإغاثة يتم عقد دخولها، وعلى الجانب الآخر يوجد كارثة إنسانية. بالنظر إلى الوضع في غزة، إن الفرسان الأربعة المتمثلين في الموت والجوع والحرب، ولكن هنا وفي ضمن روح رمضان أدعو إلى إطلاق الرهائن فورا ودون شروط، ويجب إنهاء هذه المعاناة. إن الفلسطينيين في غزة يحتاجون ما تم وعدهم به، ألا وهو طوفان من المساعدات وليس مجرد إسقاطات أو قطرات من المساعدات. نحتاج إلى إحراز مزيدا من التقدم وتحقيق هذا الأمر، فإننا بحاجة إلى خطوات فعالة وعملية. يجب إزالة العقبات أمام الإغاثة، وذلك يتطلب إمكانية وصول إلى مزيد من المعابر، ولكن الطريقة الوحيدة الفعالة والكفء لتحريك ونقل البضائع هي الطريق البري، وذلك يتطلب، وأنا أكرر هنا، إيقاف النار على أساس إيقاف إطلاق النار على أساس إنساني فوري. إن ما يمر به الناس في غزة لا يخدم أي شخص ويؤثر على العالم بأكمله، وأن الاعتداءات اليومية التي تحدث في غزة تتحدى القيم العالمية التي نعتنقها، وتتحدى القانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية وكذلك الإنسانية بداخلنا. السيدات والسادة، نحن نمر بتجارب واختبارات على جبهات متعددة. أمس كما ذكرت تشرفت بالإفطار مع لاجئين نزحوا من الصراع الموجود في السودان، ولقد تأثرت كثيرا بقصصهم المؤثرة عن معاناتهم التي لا يتحدث أحد عنها والرحلات الخطيرة التي مروا بها، ولقد ألهمني صمودهم الكبير. من الصعب أن نرى الحرب مستعرة خلال شهر رمضان الكريم، على الرغم من الدعوات العالمية لإيقاف إطلاق النار. ومنذ بدء الحرب في السودان منذ عام، رحبت مصر بمنتهى الكرم بأكثر من 500,000 لاجئ سوداني، وأنا أعلم أن هنالك أكثر من 5 ملايين كانوا موجودين بالفعل. أشكر مصر على استضافتهم وغيرهم من المهاجرين واللاجئين المعرضين للمخاطر، وأدعو المجتمع الدولي لدعم جهود مصر. أريد أيضا أن أستغل الفرصة لدعم ولحث جميع البلدان على ضمان وجود نظام لحماية جميع اللاجئين وحقوقهم. مرة أخرى رئيس الوزراء، أريد أن أشكر جهود بلدكم وقيادتها في هذا الوقت الصعب، وأشكر شعب مصر على كرمه والتزامه بقيم الرحمة والسلام والتضامن، ألا وهي القيم التي يعبر عنها رمضان. شكرا لكم. Now the room is open for the questions. أستاذ أحمد جمعة، تفضل من اليوم السابع. شكرا جزيلا يا فندم. أحمد جمعة من صحيفة اليوم السابع المصرية. سؤالي للأمين العام للأمم المتحدة. مر قرابة 3 أشهر على صدور قرار مجلس الأمن 27/20
الذي ينص على تعيين منسقة أممية للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار. الولاية التي نص عليها القرار بأن تتولى المنسقة إنشاء آلية تستطع من خلالها مراقبة وتعقب المساعدات التي تدخل إلى القطاع من خلال التواجد فعليا داخل غزة لمعالجة المعوقات التي يضعها الجانب الإسرائيلي. للأسف حتى الآن لم تستطع المنسقة الأممية من الاطلاع بدورها. فهل تعتزمون إحاطة مجلس الأمن بأن الأمم المتحدة غير قادرة على تفعيل هذا القرار؟ وأخيرا رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة، هل توجهون رسالة من القاهرة بضرورة أن تستأنف الدول دعمها للأونروا في ظل المجاعة التي يعاني منها الفلسطينيين وعدم تقديم إسرائيل ما يثبت بأن الأونروا متورطة في أحداث 7 من أكتوبر؟ شكرا جزيلا. We all know that we have geopolitical divisions that make it very difficult for the Security Council to approve meaningful resolutions. At the same time, وفي الوقت ذاته جميعكم تعلمون أن القوات الكبرى تتقاتل مع بعضها البعض، وعندما يحدث ذلك فإنه يوجد قلة احترام بين بعضهم البعض، وحتى أن القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن لا يتم احترامها. وبالفعل يوجد الكثير أمامنا للقيام به فيما يتعلق دخول مساعدات كبيرة في قطاع غزة، ولذلك يجب احترام قرارات مجلس الأمن بشكل كامل. ماذا كان آخر سؤال؟ رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة حول الأونروا. I have to say that we are working hard أننا نعمل بجد من أجل ضمان وجود دعم من المانحين للأونروا، وهذا هو العمود الفقري للمساعدات الإنسانية داخل غزة. وفي الوقت ذاته كنا واضحين جدا وأجرينا تحقيق الزلاجارية، وذلك لرصد أي مجال من مجالات عدم الالتزام قد يحدث، ونريد أن تكون الأونروا قائمة بشكل كامل على قيم هيئات الأمم المتحدة، ونحن نعمل على ذلك. ومن الجانب الآخر نجري مراجعة من أجل تحسين قدرة الأونروا من أجل احترام هذه القيم بشكل كامل. ولكن أعتقد من المهم أن نقول أن الأونروا تلعب دورا حيويا، من المهم أن نقدره وأن نقدر جميع أفراد طاقم عمل الأونروا، فإن كثير من أفراد طاقم عمل الأونروا في غزة تم قتلهم، وهذا يجب أن يحظى باحترام الجميع، ويجب اعتبار الأونروا كعامل أساسي في المساعدة الإنسانية ليس فقط في غزة، ولكن أيضا ولكن الأونروا تلعب أيضا دورا مهما في الأردن وسوريا ولبنان وفي الضفة الغربية. أستاذة سمر الجمل من أهرام إبدو، تفضلي. عندي سؤالين، سؤال للمعالي الوزير وسؤال للسيد الأمين العام. معالي الوزير، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كان في زيارة هنا للقاهرة، والتقى وزراء الخارجية العرب، وبحسب التصريحات اللي صدرت عقب اللقاءات كان يبدو أن في توافق إلى حد ما في الآراء فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الوضع في غزة. بتفسر بإيه حضرتك صدور يعني أو دفع الأمريكان بقرار في مجلس الأمن اللي خرج بالشكل الذي لا يلبي الحد الأدنى من المطالب العربية، خصوصا يعني ما يتعلق بوقف إطلاق النار الفوري؟ Monsieur le Secrétaire Général, I have a question actually. Israel yesterday accused you and accused the UN of being an anti-Israeli entity. وأنكم مؤسسة غير معتادة لإسرائيل، واتهموا الأونروا بدعمها لحماس، ومنعوا لازاريني من دخول غزة، ومنعوا دخول المساعدات. وأحدث تقارير الأمم المتحدة الداخلية التي تم تسريبها للصحافة كشفت أن هنالك
عقبات ممنهجة أمام أفراد عمل الأمم المتحدة في الضفة الغربية المحتلة. السؤال هو كيف تنوي التعامل مع هذه الحوادث وكيف How this affect your ability to support the Palestinians? And my second question is related to UNRWA again. رغبتك في دعم الفلسطينيين. السؤال الآخر متعلق بالأنروا. كولونا ريبورت. تقرير كولونا. شكرا. What is the question? ماذا كان السؤال؟ So my question is how this is affecting your ability to support the Palestinians? How do you intend to deal with this? وكيف تنوي؟ لقد كنت تقول شيئا عن كولونا ريبورت او تقرير كولونا يتعلق الامر بتقرير كاترين كولونا الخاص بالأونروا وقد كان يتحدث عن الاجراءات الواجب اتخاذها. هل هذا له اي صله بادعاءات الاسرائيليين ضد الأونروا؟ شكرا. What extent this kind of accusations have an impact on our work? My answer is very simple. فإن إجابتي بسيطة للغاية. إنه لا يؤثر على الإطلاق. نحن لسنا ضد أي أحد، بل نؤيد القيم والمبادئ. Principles and values. القيم والمبادئ. الموجودة في ميثاق الأمم المتحدة والقيم والمبادئ. الموجودة في القانون الدولي والقيم والمبادئ الموجودة في القانون الإنساني الدولي والقيم والمبادئ المتعلقة بالحق في تقرير المصير ولا سيما الحق في تقرير مصير الشعب الفلسطيني والحق في الوجود لدولة فلسطينية. هذه هي الأسباب الموجودة لعملنا. إن عملنا قائم على هذه المبادئ. فإذا كان هنالك أحد ما يشعر بأن هذا ضده فهذا ليس صحيحا. نحن نلتزم بهذه القيم التي أرى أنها قيم عالمية. وفي الوقت ذاته عندما يكون هنالك مواقف مثل العقبات والصعوبات جميعها مرة أخرى هذا لا يؤثر بالسلب على عزمنا في الاستمرار في دعم الفلسطينيين الذين يمرون بمحنة. فيما يتعلق بالأونروا إن أي مؤسسة يوجد في مرحلة ما أن تعاني من احتمالية أن تعاني من التصفية. لقد في المرحلة الأولى من حياتي كنت سياسيا في البرتغال وقبل ذلك كان هنالك مرحلة من الدكتاتورية وأنا أتذكر البوليس السري كان يصفي أحزاب المعارضة وهذا أمر ممكن في أي هيئة. وأن الأونروا قد ربما قد تعرضت لذلك من حماس وأن هذا بالطبع يؤثر على المصداقية وربما قد حدث ذلك في السابع من أكتوبر. ولكن كان هنالك منظورا صادقا أن هذا حدث بالفعل ولكن تم حدوث فصل وتم جراء تحقيق من أجل رصد أي مصادر محتملة للترشيح أو التصفية. وفي الوقت ذاته طلبنا من كاترين كولونا والمعهد الدولي لدول الجنوب لكي يجروا تحليلا خاصا بهذا الأمر بالإضافة إلى دعم القدرات المتعلقة بالالتزام بمبادئ الأمم المتحدة ومنها النزاهة وهي المبادئ التي على جميع الكيانات والهيئات أن تلتزم بها. لا يوجد أحد مثالي. الأونروا ليست مثالية وأي مؤسسة أخرى ليست مثالية. ولكننا نأخذ التوصيات التي تم تقديمها بعين الاعتبار بشكل جدي. ويجب أن نعزز من قدرة الأونروا على الالتزام بدورها تجاه الفلسطينيين وكذلك التزامها بالقيم الخاصة بالأمم المتحدة.
In reply to your question, شاهدنا في المؤتمر الصحفي الذي عقد مع الوزير بلينكن وخلال المباحثات كان هناك موقف أمريكي واضح بداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن كافة الرهائن، ويتصور أن هذا الموقف ينعكس في القرارات التي يتم صياغتها في إطار مجلس الأمن وأن تكون بنفس هذا القدر من الوضوح، لأن الوضع الإنساني يقتضي ذلك، لأنه استمرار الأعمال العسكرية وما ينتج عنها من أضرار للفلسطينيين المدنيين أمر أصبح لا يمكن قبوله واستمراره، أن الأعمال التي تتم، وهنا مرة أخرى ضرورة وصف الأمور حقيقتها، تعد مخالفة للقانون الدولي الإنساني ويترتب عليها مسؤولية وإجراءات يجب أن تتخذ. لكل ذلك إنه هذه التصريحات اللي أدلى بها الوزير الأمريكي نتوقع أن تنعكس بنفس قدر الوضوح في ما يتم صياغته في مجلس الأمن. مجلس الأمن هو الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة، لهذا تجلس الولايات المتحدة والدول الأخرى الخمسة دائمة العضوية تقديرا لقدرتها ومسؤوليتها بأن تدعم مبادئ الميثاق وأن تعمل على احتواء الصراعات والعمل على تحقيق الأمن والسلام. أي أمر آخر ينتقص من مصداقية المجلس، ينتقص من مصداقية الأمم المتحدة ككل، وينتقص من مصداقية الدول التي تحظى بهذه المكانة المميزة في مجلس الأمن. وقت ده للأسف هناخد سؤال واحد كمان. أستاذ سمير عمر من سكاي نيوز عربية، تفضل. سريعا عشان الوقت برضو، سكرتير العام للأمم المتحدة، يعني نكاد نقرأ ونرى دموعا في عينيك متأثرا بالأوضاع في غزة، وهذه ليست المرة الأولى التي يبدو فيها سكرتير العام للأمم المتحدة على هذا النحو من التأثر. تبدو يد الأمم المتحدة مغلولة عن التعامل مع إسرائيل التي وفقا لكلماتك دولة مارقة لا تحترم القانون الدولي. هل جربتم سكرتير عام للأمم المتحدة أن يدخل إلى قطاع غزة ومنعت أنت شخصيا؟ وهل هناك أي يعني نص من النصوص القانون الدولي أو من أي مواثيق تعطي إسرائيل الحق في أن تعرقل دخول المساعدات، أم هي أنها يعني ممارسة خارجة عن الإطار القانوني حسب ما وصفت بعض أفعال إسرائيل في كلماتك سواء اليوم أو يوم أمس؟ سيادة الوزير معلش سريعا، هناك حديث عن إضافة أو إحداث تعديل ما في الإطار العام العربي المطروح للسلام في مبادرة السلام العربية، هل ثمة تعديلات بالفعل في هذا الأمر كتصور عربي للسلام، أو هل هناك يعني أطر للتعامل مع السلطة الفلسطينية في ضوء الاجتماع الأخير مع بلينكن واللجنة السداسية أم لا؟ شكرا جزيلا. I'm not sure if I understood well because of the difficulty. لست متأكدا إذا ما كنت فهمت جيدا بسبب وجود صعوبة، ولكن إذا لم أفهمك جيدا فمن فضلك صحح لي. من الواضح بالنسبة إلي أن المبادئ الأساسية للقانون الدولي هي حماية المدنيين، وعندما ننظر إلى الطريقة التي تتم بها العمليات العسكرية في غزة من الواضح أن حماية المدنيين لا يمثل أهمية، وهذا يمثل انتهاكا للقانون الدولي وكذلك أخذ رهائن، أمر مخالف للقانون الإنساني الدولي. ولكن الطريقة التي تتم بها العمليات العسكرية هي طريقة تنتهك القانون الدولي، ومن الواضح أيضا أن المساعدات الإنسانية يجب ضمانها دائما، ويوجد قرار مجلس الأمن يؤكد على هذه الحقيقة. أما إعاقة دخول المساعدات الإنسانية فإنه في هذه الحالة يعد أيضا انتهاكا. هل طلبت دخول غزة هل طلبت دخول غزة ومنعتك إسرائيل أو كما حدث مع ممثل الأونروا أنت شخصيا كسكرتير عام للأمم المتحدة، أم أنك لا تفكر في ذلك أصلا؟ No, I didn't ask to enter Gaza. لم أطلب دخول غزة. Because
لأن منذ يومين طلب رئيس الأنوار دخول غزة وقد تم رفض هذا الطلب. سؤال سيادتك، المبادرة العربية مبادرة تم اعتمادها على مستوى القمة، وهي مبادرة شاملة وواضحة في كل مكوناتها وتتعامل مع القضية الفلسطينية ومع إقامة الدولة الفلسطينية وعملية التطبيع الكامل في المنطقة، ولا يتم تعديلها إلا من خلال قرار واعتماد لقمة عربية أخرى، وبالتالي ليست محل وليس هناك أي شيء يدعو اتصالا بمكوناتها. كما تحدثت فهي مبادرة شاملة تتناول كافة أبعاد القضية الفلسطينية وصولا إلى إقامة الدولة وقضية التطبيع. المداولات والمباحثات اللي تمت على مستوى الوزراء الستة والوزير بلينكن هي في تبادل الرؤى حول كيفية التعامل مع الوضع الحالي في غزة، اتصالا بضرورة وقف إطلاق النار، ضرورة نفاذ المساعدات، ضرورة منع التهجير، ضرورة عدم اتخاذ إجراءات عسكرية في رفح نظرا لاكتظاظها بالسكان، ضرورة الانتقال إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين الفلسطينيين، ثم استعادة مركز السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة كل من القطاع والضفة، وتمكين السلطة للاطلاع بهذا من خلال دعم الدول الإقليمية والدول الدولية للاطلاع بهذه المهمة، وصولا إلى التناول الحل الكامل بإقامة الدولة الفلسطينية، وليس بوضع مسارات للدولة الفلسطينية ومفاوضات لا نهائية كما شاهدنا على مدى الأكثر من 30 عام الماضية. لأن الوضع الحالي يقتضي لإنهاء الصراع، لإنهاء دوائر العنف، أن يكون الهدف هو في نهاية الأمر إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، حتى تعيش في أمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل، ونوقف دائرة العنف، نوقف دائرة الاستقطاب ونمو الإرهاب والعنف والعنف المتبادل. هذه الرؤى هناك كثير من التوافق فيما بين الجانب العربي والجانب الأمريكي حولها، لابد أن تترجم إلى خطوات تنفيذية، وهذا ما نسعى إليه، التعامل مع القضية الحالة وإعفاء المدنيين في غزة من الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية، وفي نفس الوقت التعامل مع التداعيات اللي ترتبت على هذه الحرب وتوفير الخدمات للشعب الفلسطيني في غزة، ثم الانتقال إلى حل نهائي وحاسم للقضية الفلسطينية. شكرا جزيلا.